يا احنا مع الاسف كنا عاملين في الباوربوينت الحاجه المتحركه هذه اللي كنا كبيره، بس للاسف المشكله داتا شو، يعني المشكله انه ما لقينا الامكانيه انه نعرضها هيك في الداتا شو، فعملناها فريمات صغيره. لما نوصل لثالث وظيفه اللي هو وظيفه الشكل، وهو الاعلان عن مضمون الشكل وحسن التنسيق، نجد انه في اللون ايضا وهو العنصر الرابع من عناصر التصميم. بعدين هاي